مريم بعد ما صلحت لها الحول راحت لوالدتها وقالت لها خوفك عليا ما كانش في صالحي، تعالوا مع بعض نشوف ايه الحكاية. الحول كله في العين الشمال تقريبا صح؟ ايه وظهر الحول في العين الشمال. مش انا عاملين في العين الشمال، وزي ما قلت لحضرتك ممكن الحول كله يتصلح من عملية واحدة، وممكن نحتاج بعد كده نخش نصلح الباب الأمامي. بس كده ان شاء الله، عشان عارف الموضوع جامد شوية. يعني الحمد لله تقريبا الحول اختفى خالص يا مريم، خالص يعني الحمد لله تقريبا، يعني الحول بقى كويس 100% تقريبا، ودي نتيجه كويسه قوي لينا بالنسبه للتدخل كده. الحمد لله الصوره احسن كتير جدا. انت بقى بتقولي لما بتقابل اي حد عنده حول بتنصحيه انه يعمل حول، صح كده؟ اول باول اول باول هو عمره صغير مثلا ما يخاف، يعني مثلا حتى لو دي نصيحه من مريم يعني موجهه للناس بقى، عشان دي حاجه مهمه، ودي دايما اللي احنا بننصح بيها، يعني ان احنا لازم نصلح الحول كل ما كان السن صغير. الشخص مثلا حتى لو هو صغير مثلا هذا ان هو يقدر اول باول احسن. ده احسن كتير. كبرت في العمر مثلا باول اول باول، صح، دي حاجه مهمه جدا ونصيحه مهمه جدا لمريم. انت ما يخافون، لان هاي عمليه جدا بسيطه والعلم متطور الحمد لله والاجهزه متطوره كل حاجه سهله، الموضوع خلص. انت قلت لي قبل كده اللي كان سبب في التاخير كانت ماما، كانت خايفه عليكي صح؟ خايفه عليكي. بس انت رحت لها دلوقتي وقلت لها ماما شوفي لو انا عملت عمليه كان زمان كانت بتتعسف. قلت لها مسكينه تتعب واجد، شوفي لو انت خليتيني زمان انا كنت سويت العمليه على طول. يعني فالحمد لله نصيحه ان الواحد هو يخاف، يعني العلم تطور والاطباء ما يقصروا الحمد لله، ما شاء الله اطباء في كوكب في الامارات كلهم كويسين الحمد لله. هي عملية سهلة للأمانة، يعني جدا بسيطة برا العين ومفيش منها أي ضرر، برا العين ومفيش مشاكل، نمت وصحيت بس ودلوقتي خلاص الموضوع خلص. النظر اتحسن مريم بعد العملية؟ الحمد لله دكتور، يعني اليسرى أنا كان عندي ضعيف جدا والحمد لله عقب العملية أنا لاحظت فرق جدا 90%، أنا أشوف أوضح. بقت رؤية بيها احسن، بتستخدميها دلوقتي، الاول ما كنتيش بتستخدميها. هي. يعني مش مجرد الشكل اتحسن على فكره، انت استخدمت الانتين بقى بعد كده هتلاقي الدنيا شكلها بقى احلى بكتير. فاشوف هي الحمد لله يعني اليسار ما شاء الله ما شاء الله، يعني تحسنت كبير بعد العمليه. واي 90% صار اشوف اشوف الحياه اشوف الدنيا. خلاص ان شاء الله، انت وهتلاقي كل من الوقت يعدي كمان رؤية تبقى احسن واحسن. ان شاء الله ان شاء الله. واحنا بنحيي زوجك طبعا زي ما اتفقنا ان هو راجل يعني كان متجوزك على انت مريم بغض النظر في حول ولا لا، ما كانش محتاج، واكيد هتلاقيه سعيد دلوقتي يعني، يعني اكتر واحد هو سعيد تلاقيه بالنتيجه يعني. الحمد لله. انت قلت لي الاولاد خوفتيهم بحكايه العين الحمراء دي اللي انا ممكن سجلناها. ايه والله خوفتهم، فتحت الشاشه وشافوا الحمراء هي بعد 2 in 1. قلت لهم هذا من كثر ما تشوفون الموبايل هذا راح يصير عينكم كذا، يعني يصير احمر، يعني راح يصير كل هذا بليدنج. فهم العيال خافوا صراحه. بطلوا يخشوا بطلوا يعني خلاص خلاص في عيال بطلوا يعني. ولما يخشوا لك قاعد على الموبايل يقول لك انت قاعد ليه؟ يشوفوني انا ماسك الموبايل، خلاص انت ما تشوفيش موبايل، انت عينك صارت كده. هي صح انا اكلم حد في الموبايل خلاص. لو عندك او عند اي حد يهمك مشكله في عينيه ما تترددش تتصل بينا في طبيبي.